فالأمثلة دي موجودة، فليه تجزم إن دول هيولدوا فاجرا يعني كفارة زي ما سيدنا نوح كان قال يعني على القوم اللي أغرقهم الله بالطوفان؟ تتجوز، تخلف، تنجب، تجيب حد يعني يدعو إلى الله. أشوف بقى اتفرج يا حب، اه ده اللي خلفوه بقى ما يعرفوش انه هيطلع كده. المهم فسبحان الله يعني ربنا ممكن يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم. ما عندكش فكره قد ايه ان احيانا التوليرانس، الفرق كبير ما بين تربيتك و او مثلا ابوك وامك وفي افكارك انت، الفرق الكبير الشاسع ده ممكن يطلع حد فعلا محترم كويس. مش ان احنا نعترض، مش هيسيبني النهارده، مش هيسيبني، هيفضل يلف عليا لحد ما اديله على وشه. المهم اللي يخلي اقول لك، هي دي بقى، هي المره الجايه هيتضرب. كلامي خلص، يا رب كل فكره واضحه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.